أشد مراقبون للشأن السياسي بفتح هيئة نزاهة ملفات الفساد الكبيرة وإعلانها عن قرب محاكمة ثلاثين متهما مشددين على اتخاذ إجراءات قوية ورادعة تحد من الفساد المالي والإداري وتصحح مسار مؤسسات ودوائر الدولة فيما ثمنوا خطوات استرداد الأموال والمطلوبين من دول الجوار حذروا من انهيار النظام السياسي, السياسي إذا استمر الفساد المزيد في هذا التقرير مع كرار جبار من جديد هيئة النزاهة تفتح باب التحقيقات بملفات الفساد الكبيرة بعد اعلانها عن ثلاثين شخصية متهمة بقضايا فساد مالي ستتم محاكمتهم قريبا مراقبون يرون أن خطوات محاربة الفساد تعد من الملفات الشائكة أمام الحكومة مطالبينها بالعمل على أنهاء هذا الملف بأكثر قوة اتمام النتائج الحقيقية في عملية المتابعة و تقدير الموقف للحد من عمليه الفساد الاداري محاسبه القضايا السابقه ايضا هي مهمه هيئه النزاهه هذا مؤشر يعطي على ان استقرار العمل المؤسساتي داخل السلطه التنفيذيه وهو الداعم لنجاح اداره السلطه التنفيذيه الحاليه للسيد السوداني اعتقد اليوم مهمه النزاهه هو ليس فقط في حسم قضايا في قرارات قضائية بقدر ما يكون هنالك تركيز على استقرار المعيار السياسي هذا وتحيط بعملية فتح ملفات الفساد مخاوف من تدخلات سياسية لتأخير التحقيقات مع تلك الشخصيات المتهمة بملفات فساد غير معلنة وما زالت قيد التحقيق بعد ضغوطات واضحة أعطت رسالة للرأي العام على عدم جدية إكمالها في الآونة الأخيرة أثيرت الكثير من مواضيع الفساد الإداري والمالي الذي تعرض له الدوائر المؤسسات المالية في العراق على سبيل المثال سرقة أكثر من 2 مليار دولار من قبل مدير عام مصرف تي آي السابق بالإضافة إلى سرقة القرن الخاصة بالهيئة العامة للضرائب توجهات الحكومة العراقية وهيئة النزاهة لمحاسبة ومعاقبة هؤلاء المتهمين بهذه الفساد اعتقد خطوه ايجابيه لتصحيح مسار مؤسسات ودوائر الدوله العراقيه. حقيقه اذا ما اذا اذا يصبح قضاء على الفساد سوف يؤدي الى انهيار النظام السياسي تدريجيا وهذا الفساد هنالك اصبحت من المعايير الاساسيه لدى الحكومه العراقيه في علاقتها مع الدول الدول الاقليميه والدول العالميه واستغلال هذه العلاقه لاسترداد الاموال الملهوبه من قبل من الفاسدين. هذا ويترقب الجميع من الحكومه الحاليه العمل على اعاده الاموال المهربه خارج البلاد والتي تقدر باكثر من 400 مليار دولار فيما عملت حكومه السودان على اعاده 95 مليون دولار من مجمل هذه الاموال. لقناه دجله الفضائيه كرار جبار بغداد.